كل من أنماط التعلم وفعالية الذات في علاقتها بسمات الشخصية والثقة بالنفس ومفهوم الذات والقدرة على اتخاذ القرار الأفضل والأمثل في مواجهة المشكلات. Not one pedagogy. All pedagogies are necessary. ليس فقط علم التربية وإنما كل العلوم التربية التي يكون ضروريا. First, let's promise that we try to acquaint ourselves with AI tools. بداية يجب أن نبدأ باندماج مع الذكاء الاصطناعي. And we do it step by step, gradually. يجب أن نعمل ذلك خطوة بخطوة بشكل تدريجي. كنا نسأل أسئلة وكنا نحط علامات بناء على الأسئلة، ولكن أسئلة تتعلق تماما باستراتيجية تغيير السلوك أو النمط اللي هو حصله من خلال إدراكه لهذه الأبحاث. الإطار العام للبرنامج التدريبي وهو يتضمن عنوان البرنامج والهدف العام للبرنامج وخصوص البرنامج التدريبي ومتطلباته. أردنا أن نقيم ورشة تدريبية كم تحتاج من الوقت كتدريب وشكرا. يقولون أن المؤسسة بيتشيكلون سب خراني الأبليكيشن واتساب تليجرام كورسيرا أف ساكن يا تكنولوجي. ممكن أمر مستيقظ على سبيل عند زيارة وبجيشكا وحقوقينا وجادوا مستعبات ريبلي من الهدف التصريع قد تفوق بين الروس والزكاة في على غلبة جنس معين. نعم جيشتو من نجادنا يعني بالباطن بدأ بجيشتو من نجادنا جميعا فصل حاستي البصر والسمع عن وعي الطالب والمعلومات المتراكمة لديه وأيضا عن العمليات المعرفية لدى الطالب كذكاء والذاكرة والإدراك والانتباه. هي ذاك ما مشتاد كاريت بس بوريا فروردهية دا جهاتي بقى. شار. لبه كو كورسين فروردهية وسمينار الفيركرنة جبو خاندكار انزانيه ورن داخستن داكو غوائي كي نمونهي هشمالي أخاندكار بشي وزا فيربونة كباشتر وفروردهية كسياتي ورن بشخستن. العمل على تدريب أعضاء هيئة التدريس على التطبيقات التكنولوجية التعليمية الحديثة حتى يتسنى لهم توسيع آفاق الطلبة وتدريبهم على التقنيات الحديثة. مبارك لجميع الباحثين والأساتذة.